القراءة الثقافية مع الزميل الملك سليماني. مساء الخير مالك. مساء الخير رؤوف. مساء الخير مشاهدين الكرام. إذن الفقرة الثقافية ضمن برنامج المسائية ورؤوف اليوم الكثير من المواضيع الثقافية والفنية في الجزائر وأيضا في العالم العربي. والبداية ستكون بالموسيقى. إذن اليوم الحديث سيكون عن الحفل المنتظر لحكيم الأغنية الأمازيغية لونيس أيت منجلات. لونيس سيلتقي بجمهورية الجزائرية العريض يوم غد بأوبرا الجزائر بوعلام بالسياح بعد طول انتظار. إذن الحفل ستحتضنه أوبرا الجزائر بوعلام بالسياح ابتداء من الساعة 4، ونفذت البطاقات أيام قبل الحفل نظرا للطلب الجماهيري الكبير. برمجت إدارة أوبرا حفلا ثاني يوم السبت المقبل، يعني يوم غد مليك. صحيح، غدا يعني وبعد غد. صحيح، غدا وبعد غد، غدا الجمعة والسبت أيضا. Il se fera tout ce qui compose une chanson, toutes les paroles, tout le texte qui compose une chanson est fait d'Isfra. Et j'ai voulu rendre hommage à la parole Isfra. J'ai commencé par de la poésie. Concernant le concert au Zénith, je prends mon fils avec moi. D'abord, c'est mon chef d'orchestre. C'est pratiquement, on joue tout le temps ensemble. Et puis, il chante, il a ses propres albums. Et donc, faire la première partie avec moi, c'est tout indiqué, si vous voulez. Sinon... Il y a beaucoup d'autres jeunes qui se débrouillent plutôt bien. واحد لجمهور لونيس أيت منجلات وهو سبب، وهل يكفي حفلان في هذه الحالة؟ ربما لونيس أيت منجلات، أنا نظن أنه في كل مرة يصنع الحدث بحفلاته الجماهيرية، وفي كل مرة عدد الجماهير زايد أكثر بالك، ويقدم الأغنية الملتزمة الأمازيغية، لكن جماهيره من 48 ولاية. شفناها في زينيت، في قاعة زينيت في فرنسا، شفنا أيضا آخر حفلاته بالجزائر في الكازيف وأيضا في قسنطينة. واليوم ربما أنا من خلال محاولة الوصول إلى عدد تذاكر صدمت بالأرقام الخيالية للتذاكر الموزعة في الحفل الوحيد لأيت منجلات، ما أجبر إدارة الأوبرا إلى الاتصال بالحكيم وبرمجة حفل ثاني على غرار أيضا إدير، لنظن أنه حفله من الآن بدأت الحجوزات بعد الغياب الذي دام أكثر أو حوالي 30 سنة. صحيح، هي عودة عمالقة الموسيقى الأمازيغية. على كل حال، الجمهور الجزائري. صحيح، على كل حال تفاصيل لهذا الحفل أكيد
أكيد سنعود إليها بالتفصيل من خلال تغطية ثقافية في برنامج المسائية. ومن حكيم الأغنية الأمازيغية نظن نروح نشوف تصريحات لجمهور لونيس أيت من قلات أيضا التي رصدناها من آخر حفلاته بالكازيف. C'est un géant de la musique algérienne, pas seulement Kabyle. Il est le meilleur. Then Milti Ait Magli. Hamel Ntakul Ghaji. Isnadi Ghni, Isnadi Fennan. Rjwadik Nnekes. Hassan Kayoban. Fal Hassan Tassassi Mek Hra. C'est le roi de la chanson Kabyle. Impossible comparé Bouahda. C'est un géant de la musique algérienne, pas seulement Kabyle. Il est le meilleur. Then Milti Ait Magli. Hamel Ntakul Ghaji. Isnadi Ghni, Isnadi Fennan. إذن الملك ما رأيك في هذه الأصداء وكانت في آخر حفل صحيح في الكازيف من تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام. نظن هذه هي النجومية الحقيقية صح. هي التي تتجسد من خلال الإقبال الجماهيري على مختلف الحفلات صحيح دائما مع الإقبال الجماهيري. لكن نروح إلى نوع آخر من الدعم وهو الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي لممثل الجزائر في مسابقة منشد الشارقة ابن المسيلة ياسين حموش, حيث تتواصل حملات دعم لياسين الذي سيمثل الجزائر في هذه الأكاديمية الإنشادية التي يشارك فيها منشدين من مختلف الدول العربية والغربية كفرنسا بلجيكا إيطاليا أندونيسيا وماليزيا. ياسين يدخل التجربة بدعم كبير من الجزائريين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. مليك صوت مثل هذا لا يمكن أن يلاقى إلا بالدعم العالمي. صحيح هو موهبة حقيقية وانا ياسين نعرفه قبل المشاركة في هذا المسابقة هو فعلا موهبة حقيقية واختار الفن الملتزم واليوم احنا ايضا نتمنى له توفيق في هذا المسابقة المشرفة. على كل حال دعم ياسين كان ايضا من طرف الكثير من الفنانين الجزائريين والعرب منهم فادي طلبي والكثير من الاسماء. نحن نشوف مقطع فيديو لفادي طلبي يشجع من خلاله ياسين حموش ابن المسيلة في هذه المسابقة المهمة. عليكم رانا في الشارقة وهذا ياسين حموش ممثل الجزائر في مسابقة منشد الشارقة. الله يخليك. يحتاج تصويتكم ودعمكم. ياسين سمعنا حاجة. زاد النبي وفرح النبي صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. جميل جدا هذا الصوت الشجي مليك كان يمكن له أن يقتحم عديد أنواع الفن لكنه
اختار الفن الملتزم، ما هو تفسير ربما؟ صحيح، ربما هذا هو الشيء الأجمل، هو اختيار الكثير من المواهب الجزائرية في الوقت الحالي لطبوع راقية للفن الملتزم، للمشاركة في مسابقات حول الذكاء، حول الإنشاد، حول الكثير من الفنون الملتزمة. على كل حال هي مبادرة جميلة جدا، ونحن سنتحدث دائما عن الالتزام لكن مع موهبة أخرى، مع ضيفة ثقافية أحمد بوشيخي الذي طرح آخر ألبوماته في الفن الملتزم. نستقبله في البلاتو بعد الاستماع لمقاطع من ألبومه الجديد. صلوا علي صلوا علي صلوا علي حبيب الله، صلوا علي صلوا علي صلوا علي حبيب الله. يا سعد من زار مقامه وشاف بعينه، يا سعد من زار مقامه، يا سعد من زار مقامه وشاف بعينه، زالت عنه كل هموم، زالت عنه كل هموم، جاء رحماني. الفنان أحمد بوشيخي موقع هذا العمل الجميل جدا، هو ضيف ثقافي لنهار اليوم. أحمد مساء الخير ومرحبا بك في برنامج المسائي على قناة زير نيوز. أهلا وسهلا بكم، أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وأحيي عبركم جميع المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بك سي أحمد بوشيخي، كنا نستمع لهذا المقطع جميل جدا، صوت يعني رائع، حتى الكلمات منتقات وجميلة جدا. مليك، قبل أن نخوض مع ضيفنا الكريم في نقاشات ننتظرها بفعل الكثير من المواضيع والإصدارات الفنية، نعم، أستسمحكم فقط لنذهب لفاصل إعلاني ثم نعود ونفتح هذا النقاش. أه
إذن نعود من جديد إلى مليك سليماني وضيفه الكريم الفنان أحمد بوشيخي المنشد. أهلا بكما من جديد مليك. ربما من أين نبدأ الأسئلة؟ بعد الاستماع كنا استمعنا لبعض المقطوعات من آخر كليبات أحمد بوشيخي. صحيح، ربما البداية تكون أسئلة كثيرة تتبادر. صحيح، لكن البداية دائما تكون بآخر محطة، بآخر إصدار فني. أحمد بوشيخي قبل نظن 4 أيام الإعلان الرسمي عن هذا الألبوم اللي راهو حاضر معنا. حديثنا أكثر عن هذا العمل الفني، عن هذا الإصدار الجديد، عن التعاملات في هذا العمل أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والموالاه. أجدد شكري لكم على هذه الاستضافة الكريمة. تساوي تدكيلت بمصطلحين بربريين أمازيغيين يطرح مشهد أو جانب من الموروث الثقافي تدكيلتي العين صالحي من خلال الأغاني التي تتغنى بهذا الموروث من خلال اللحن والكلمة والإيقاعات. كان هذا الحفل يعني في الأسبوع الفارط من شهر مولد النبوي الشريف وشهر ميلاد الثورة المجيدة، ولأن الألبوم يتراوح في موضعيه بين التغني بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأوطان، ارتأت جمعية الكلمة للثقافة والإعلام تحت رئيس عبد العليم الزغيش أن يطلق هذا الألبوم في هذه الأماسي المباركة. صحيح، وهذا الألبوم اليوم راهو في مختلف الأكشاك. قبل قليل زميل رؤوف سقسني سؤال، قال لي علاش ربما مؤخرا ولينا نشوفوا توجه الشباب للفن الملتزم. أنت ربما أكثر أنت تقدر تجاوبنا على هذا السؤال. والله كل ميسر لما خلق له. أنت تشوف روحك أنك لازم تغني واي واي، مع احترامنا اللي غنوا الواي واي مرحبا وسهلا، انت تشوف انك لازم تقدم رسالة فنية محترمة مهذبة يستطيع من خلالها الابن يسمع مع الوالدة نتاعه او بالمقابل تلك الطفلة مع ابيها، فلا بأس في ذلك. نحن نحاول يعني ان نبعث يعني رسائل ملتزمة تتغنى بهذه المواضيع المهذبة من خلال الكلمة. اليوم يعني نحن نعيش حراك سياسي وما يحدث من فلسطين. صحيح يوجد من يغني لنا للغرام، نتمنى أن نسمع أو المزيد من يغني لنا حول فلسطين، حول ما رأيناه الأمس سيف الحجاج ترام على عاصمة القدس بفلسطين. كيف يعني نتمنى أن يكون هنالك رد، مثل ما هنالك أئمة على المنابر في المساجد ترد، نتمنى أن يكون هنالك فنانون بهذا المستوى ليردوا من خلال مقامهم. في الأخير يبقى دائما هناك أشكال لتعبير عن كل هذا الحب سواء للإنسان أو حتى للأوطان. صحيح أحمد بوشيخ. نعم، لابد يعني الوطن هو كل شيء، سواء حث عليه النبي أو حث عليه القرآن. يعني نجد أنفسنا لابد من أن نعود إلى الأوطان، والألبوم في حد ذاته انطلاقا من عنوانه يطرح موضوع الهوية، التعلق بالأرض، عشق الأوطان، عشق هذه البيئة، كما قال يعني أحد شعراء هذه المنطقة في عين صالح. ومن خلال هذا المنبر أقدم شكري إلى سكان عين صالح. يقول الشاعر بنوي مبروك: قد جئت والبوح في عيني منتقد، يزهر الرملة مسلوب الخطى خببي، وهذه سعفاتي سعف النخيل بدت أجمعها حتى أشد بها يا نخلتي نسبي، إلى أن يقول: من باع نخلته تنحل نخوته والأرض كالعرض لو أغلت في الطلب. جميل جدا، وهذه هي رسالة الأنبل للفن. لكن أحمد دار، وما أنا سؤالي مهم جدا تواجد فن ملتزم في المجتمع، لكن الأهم هو أيضا المتلقي. في رأيك هل هناك فعلا متلقي لهذا النوع من الفنون؟ أكيد، والله فيه جمهور يحب يسمع ألحان أو كلمات ذات رقي. هنالك يعني كما قال يعني أحد الموسيقيين عبد الحميد مشعل، وهو مؤسس لكوراليست في الجزائر، قال: الفنان الحقيقي هو الذي كلما أمتع ارتقى وارتقى به جمهور. صحيح، وارتقى معه الجمهور. صحيح، فيه يعني جمهور يتابع تلك الكلمة الملتزمة، تلك الرسالة
بل يعني يأتي من ورائها لماذا طرحت هذه ولماذا قيلت هذه إلى آخره. ربما أحمد أنت قبل قليل في الكواليس أنا قلت لك المنشد الجزائري قلت لي أنا مانيش منشد أنا فنان في طابع الفن الملتزم، بلك ما هو الفرق بين فن الإنشاد فن المدح وأيضا الفن الملتزم وعلاش تحفظت على هذه الكلمة بالضبط؟ سؤال جميل ورائع. ربما أن فكرتي يعني أنا لست مختص لكن أتكلم، عندما نقول منشد في اللغة أنشد ينشدنا شعرا، أما لما نتكلم عن الإنشاد، الإنشاد هو قالب من القوالب الموسيقية التي لها نمط معين وإيقاع معين، مثل ماذا؟ مثل النشيد الوطني. أما لما تقول يعني فنان البناء الذي يمتع في بنائه يجيد تلك الصناعة يطلق له فنان. صحيح أنا لست فنانا لكن لا أعتبر نفسي فنانا أو رقي، لكن أعتبر نفسي من صنف المواهب. نرجع لك علاش ما نسمي روحي منشد، لأن هنالك من يرى أن من يوظف الآلات في الإنشاد يشرع في وجه السيف وذلك السيف البطار إلى آخر ذلك. يا أخي نفيت عليك هذه الأمور، خليك فنان. باش تجنب كل الجدل اخترت صفة فنان على كل حال. هي لا يستطيع أحد يعني يورينا يعني والله أنت يعني لا تستمع للآلات معليش، لكن لا تحرم، لأنه جاء في الحديث على كل 100 سنة يبعث الله على هذه الأمة من يجدد لها إيمانها، نجد من المجددين. ابن حنبل رأى شيء في الموسيقى ولم يتكلم. في القرآن كان آية واحدة على الورقة على دروات في سورة لقمان ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل به عن سبيل الله. الآية بدأت بحرف جر، ومن معاني حرف جر الابتدائي والتبعيض، ومن الناس من يشتري أي بعض الناس، تطرح لنا رؤية آخرة أنه يوجد من الناس من يشترون هذا لكن لا يتخذونه له. القرآن قال له والله ليس متوقف على فن لحن ملتزم وكلمة، بل حتى قراءة القرآن في وقت الصلاة هي له. أتك صحابة لك جميل جدا الإبداع، لكن الأجمل هو الإبداع عن قناعة. رؤوف قبل قليل كنا نحكيه على ياسين حموش، ياسين والكثير من المواهب اليوم تتوجه لبرامج اكتشاف المواهب، لهذا البرامج اللي تسلط ضوء أكثر على المبدعين. أنت ما اخترتش هذا الدرب، اخترت مباشرة الاحتراف من خلال إصدار ألبوم فني، علاش ما اخترتش درب المواهب ودرب اختيار برامج اكتشاف المواهب العربية؟ والله يعني نحن كمواهب أنا أحسد هذا المنشد أو هذا الفنان على ما يتلقونه من في المدرسة، خاصة يعني سواء الملتزمة هذه أو البرامج الغنائية، لكن ربما الشيء نحن كمواهب في نفس الوقت ما يجعلنا ربما نعترض عن الذهاب لهذه، ما نراه اليوم يعني كيف هم يتلاعبون بالكونديتا من أحكام صادرة في حق هؤلاء الفنانون والفنانات كذلك. ربما لم تكن فكرة وربما ليس لم يكن حلم أن أكون في هذه أو في برنامج من البرامج، فمباشرة تظن أنها ليست هي المعيار؟ ليست معيار، لأنه رأينا يعني لكن حمد ربما هي تمنح نجومية أكبر للفنان الجزائري وتخرجه من دائرة المحلية. أكيد أكيد تمنحك شهرة تطوير من خلال التكنيك، سواء في مخارج الحروف، سواء في اطلاع المقامات، اطلاع كيف تتعامل مع الفرقة الجوق الموسيقي. بين قوسين يعني لم يكن حلم ولم يكن هدف، ولا كاتب ربي يكون قبل قليل في الكواليس قدمت لنا مقطع جميل جدا لي ولرؤوف، نظن أنه الجمهور أيضا عنده حق للاستمتاع بصوتك على المباشر. نخليك تقدم مقطع لمتابعي برنامج المسائية إن شاء الله. نغنوا شوية لراشد غلام ومن كبار الفنانين المنشدين. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا حب محمد لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا حب محمد لم أتكلم. وشكرا. شكرا جزيلا رؤوفا، على بالي انت من محبي الفن الملتزم. اكيد.
ربما آخر سؤال راح يكون على المشاريع الجديدة بعد صدور هذا الألبوم، هل هناك تصوير لأغاني من الألبوم؟ أنا قبل قليل كنت مضطر لتركيب صور على الأغاني، هل هناك فكرة تصوير لأغاني الألبوم لمقاطع من هذا العمل الفني؟ أكيد إن شاء الله كاين، يعني نحن في صدى تحضير إلى ألبوم آخر، وفي نفس الوقت نحن في صدى يعني التخطيط إن شاء الله، وإن كان اتفقت يعني مع الفريق تصوير إن شاء الله سيكون يعني في قادم الأحوال فيديو كليب إن شاء الله، كذلك دائما مع الكلمة الملتزمة واللحن الشجي إن شاء الله. أنا أتمنى لك توفيق. مليك فقط قبل قليل كنت سألت الفنان أحمد بوشيخي عن جمهور الفن الملتزم، لكن ماذا عن سوق الفن الملتزم اليوم في الجزائر؟ هل هي رائجة مثلا؟ أنت بعد إخراج هذا الألبوم الجديد من الناحية الربحية، هل يعني تشجع الفنان على المضي قدما؟ لأن هناك دائما تكاليف يمكن ويستوجب تغطيتها. هل هناك مبيعات خصوصا احنا في عصر الرقمنة وإحنا نعرفوا أن الأسطوانة بشكل الكلاسيكي ما ولاتش تنباع؟ أنا والله في الأول يعني إصدار الألبوم هذا أصدرته يعني كما قلت لك، أنا لا أعتبر نفسي فنانا، لست في مرتبة الفنان ولا في مرتبة المنشد، أنا موهبة عادرة أني أتعلم، فأطلقت إن شاء الله نشوفوك بعد سنوات فنان محترف إن شاء الله. فالألبوم يعني أطلقته مباشرة على صفحتي المتواضعة وعلى قناة اليوتيوب، إن شاء الله في أعمال قادمة ستكون بحوله تعالى فيه تسويق مع استوديو إن شاء الله أجري وإلى آخره. إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لك توفيق ونشكرك على قبول الدعوة، إن شاء الله نكون ولو ساهمنا ولو مساهمة بسيطة في ترويج لهذا العمل الفني المحترم. شكرا جزيلا أحمد بوشيخي، وعودة لك رؤوف لمتابعة باقي أركان برنامج المسائي. شكرا مليك.